السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم؟ أهلا بكم، كل شيء مزيان، تكونون خير وبخير. أكيد از نهاركم. مش كاين شي حد هنا يا سيدي، احنا هنايا ريمان الإدريسي. السلام أخي بقري، السلام أخي أيمن، تبارك الله عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عبد الحق فضلي، جراتي بورتو، مرحبا أخي عبد الحق. واش اللايف مقطع؟ لا، يلا بدينا دابا. يا كيف نتوما؟ كاين شي حرارة ولا الأجواء هنا في مدريد؟ حارة جدا، بل أكثر من حارة. إننا نذوب 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 نذوب. عندنا دابا هو حل العالم كامل والذوبان. هدى، عيسى، السلام عليكم. السلام أختي هدى. فاطمة، السلام عليكم. سلام خويا، ولدي عنده 15 عام، واش خصو يدير الحجر الصحي؟ إذا كان مازال ما لحقش التلقيح ما يديرش الحجر الصحي في الساعة، يعني كيديروا غير الناس اللي هو لحقهم الحجر الصحي. وعلى العموم دابا ما عرفتش في المغرب، يعني كيقولوا للناس بأن ما كيسولو حتى شي واحد على الحجر الصحي، غير اللي يعني كيبغي يلتزم، عندك يعني يوقع له شي مشكل وصافي. ولكن انا النصيحه ديالي للناس انها تلتزم ودير الحجر الصحي ما دام داكشي اللي كاين في القانون. لينا لونا، السلام اخي، انا عندي الطياره 21، سالاري الباسبور. وعندك مشكل الا تسالاري الباسبور؟ وخلي الناس كامله ما كانتش عوالة سفر ولا هادي، حتى شي واحد ما عمل الباسبور. بزاف الناس كيجيو المطار مسالي لهم الباسبور، بزاف ديال الناس كيجيو للمطار مسالين الباسبور. القضية هو أنه يعني في بعض الأحيان كيخليو الناس تمشي على حساب الشركة، وفي أحيان كثيرة ما كيخليوش الناس تمشي. بالنسبة اللي عنده الباسبور خضر، فمن المفروض أنه داخل البلد الأم ديالو الأصل ديالو، فبإمكانه يدخل بداك الباسبور مسالي ومن بعد يرجع به. ولكن على حساب شركة الطيران، كاين اللي كتقول لك خصو تكون فيه 6 شهور، كاين اللي كيقول لك المهم خصو يكون فيه شهر، كاين اللي كيقول لك انا خصني نكون بنزل صالح. ولكن بالنسبه للشركات المغربيه ما كنظنش هتمنع الناس انها تمشي بالباسبور، لان القانون الدولي كيقول بان يعني اي واحد يقدر يرجع من بلاده بباسبور مسالي. سهام، مساء الخير. مساء الخير اختي سهام. مدمن مدمن الرجل الاحمر. سلام، هولا دي مدريد. هولا مدمان دي مدريد تامبيان. لوف لوف تانخر. سلام اخي، واش بي سي ار اللي كيعملو في سينتروم قبول؟ سينترو ميديكو تريفيرس اكي ان اسبانيا، بويس ما بيدو موتشو بروبليماس كون este el بي سي ار del سينترو ميديكو، pero bueno. المهم انا ما نقدرش نشجعك انك تمشي بالبي سي ار ديال سينكرومي، ماشي حيت خصني تخلص فلوس، لان انا ما يوصلني حتى شي حاجه، ولكن حيت شفت كيوقعوا بزاف ديال المشاكل. ما عرفتش واش ما كيديروش فيه النوع ديال التحليله، التاريخ، سميتك، الباسبور، بزاف ديال الامور. الجاليه المغربيه مجانا في المغرب، عدد بي سي ار اصبح على الصحه بقى. داكشي اللي سمعت اختي هدى، ولكن في الصراحه ما عطانيش الوقت نقرا عليه. ما بغيتش في الصراحه نهضر على شي حاجه ماشي متاكد منه بالحقيقه. داكشي اللي سمعت، لان قريت بعض العناوين اللي كيقول لك وزير الصحه يطالب بمجانيه البي سي ار للجاليه. والوزير الصحه ماشي خصو يطالب بالمجانيه، لا، خصو يعطي الاوامر بالمجاني، لأن وزير الصحة هو ما عنده ما يطالب. لمن غادي يطالب؟ العثماني
يطالب من جلالة الملك، هو راه كل واحد فيهم عنده الخدمة ديالهم خصو يعملها هو كوزير الصحة، يعني ديجا خصو يعطي الأمر ديالو ماشي يطالب. تقريبا ديك المقالة اللي قريت كاملة فيها يطالب. السخنة مش بعد ساعات المطار شكرا. داكشي اللي عملت الخطوط الملكية المغربية كتطلب من الناس أنهم يمشيوا 4 ساعات قبل المطار على حساب الإجراءات ديال الكوفيد والتحاس وكذا، فهمتي، باش ما يبقاوش الناس في المطارات، يعني ما تكسرش عليهم الإجراءات ويبقاو في المطارات. المهم الإخوان، اليوم مشيت مع واحد مع عمي للمطار هنايا لمدريد، لأن مسافر هو الاثنين، نهار الاثنين مسافر، وداك السفر جاه يعني مادام الاثنين في الصباح مع العربية للطيران. انتم عارفين كاين العربية من مدريد كيبداو التسجيل في 7 الصباح وكتخرج في 4 10 وشي حاجة، ما جبرش فين يعمل شنو تيسمى التحليله. قلت له يلا نديك المطار، نديك اللي كنشوف تما، يلا نجربوه يعني انا وياك شخصيا. ومشيت معاه ودازت الامور بخير. كانوا الناس اللي بلا سيتا اكثر من الناس اللي عندهم السيتا، كانوا الناس اللي بلا سيتا اكثر من الناس اللي عندهم السيتا. غير هو المشكل ان لما كانش عندك السيتا ما يخليوكش تدخل. هذوك الناس اللي ما عندهمش السيتا اللي كانوا شابرين فيلا، هذوك حتى مشاو كان عندهم البيي باش يسافروا، وحتى مشاو للمستردور عاد قالوا لهم لا الديستيناسيون هذه مثلا راك خصك البي سي. والله الا مشيت معاه، مع كان عندي هذاك ديال الخدمه وهذا قلت نمشي معاه نعاونوه مع هذا معاه في اللغه وكذا، ومشيت دخلت معاه. حنا مشينا حنا للوالا كنشوف واحد الفيلا مكتوب فيها فيلا دي لا خنتي كاتينا سيتا، وكنشوف ما تما حتى شي واحد. وقلت هذاك اللي خدام تما قلت له قلنا ما كاين حتى واحد لا سيتا، قلت له هذا مكامل بلا سيتا، قال لي هذا مكامل بلا سيتا، قال لي انتم عندكم سيتا، قلت له قال لي دخل. دخلنا حنا للوالا باش بالشخص نمشي 4 ساعات. بعد جاوبنا على السؤال، السلام عليكم، انا في الشهر 9 بغيت نسافر لتركيا وعندي التلقيح، واش كيطلبوا رخصة المغادرة؟ خياسي نورمالمون ما خصهمش يطلبوا رخصة المغادرة، نقول ما خصهمش زعما ماشي وكأنه امر، وانما لان هذا الشيء اللي دايرين هما في القانون بان ما تحتاجش رخصة المغادرة باش الا كان عندك التلقيح. ولكن اخي انا نفضل انك تتصل بشركة الطيران ديالك وقول لهم واش هذا الشيء مازال هيدا ولا كاين شي جديد. سلام عفاك، اللي ملقح وداخل المغرب من بريطانيا واش خصو يدير البي سي ار؟ لا من بريطانيا لا ما يديرش البي سي ار، اذا كان داخل المغرب غير بالتلقيح كافي. مقبول مع رويال اير ماروك. شوف واش كز... واش نجي من طنجة ولا مهود من المغرب ولا من اسبانيا، حدد لي الوجهة باش نعرف نهضر معاك. الله يرحم الوالدين. وإلا قلت لي واش البي سي ار ديال السنترو مقبول، ما عرفتش واش انت هود من المغرب ولا حدد لي الوجهة. الله يخليك محمد بوني بوينشا، تحياتي خويا، بقالي من تراغونا ندير لايك. الله يعطيك الخير اخي محمد، الله يعطيك الخير، شكرا بزاف. يا الاخوان كاين شي لايكات ولا والو؟ عملوا لنا اللايكات. الحرارة يا ودي يا خاي، الله يا الحرارة، خلينا نزولوا اللحية باش مابقاوش ينسوا. زيد ماليتا داير 10 كيلو مع ريانير، واش بصح دايرة 30 كيلو 30 أورو؟ هذاك الشيء اللي في الانترنت هو اللي كاين، ما عرفش ما عنديش داك الشيء في راسي دابا اختي زهور، فهمتي، انا كنقل ماشي 30، ماشي 30 أورو. ما كنظنش تكون 30 اورو اكسيز. كنحاول نشوف لك الا جبرت لك شي معلومة. هدى عيساوي، القانون 6 شهور قبل السفر. وهي هو القانون 6 شهور، احنا قلنا القانون 6 شهور قبل السفر، ولكن مشي عند ريانير وقول له عندك الباسبور مسالي غتهود به. 6 شهور قبل السفر هذيك بالنسبة للباسبور حمار بالحق. دابا مثلا، دابا مثلا واحد الإسباني تلف، ماشي تلف، بقى في المغرب تسالي له الباسبور، فمسموح له أنه يدخل لإسبانيا وخا يكون مسالي له الباسبور ومقبول أنه يسافر يدخل بحال من إسبانيا. واحد مغربي في السنغال مثلا تالف تما، كنقول تالف، تسالالو الباسبور،
فبإمكانه يدخل المغرب بالباسبور مسائي، ولكن القانون بس فعلا القانون الدولي بحال اللي قلت اختي هدى فيطلب 6 أشهر ولا 3 أشهر، كاين بعض الآخرين اللي كيطلبوا 3 ديال الشهور يكون فيه، ولكن كيعملوا بعض شنو كتسمى بعض الاستثناءات. بالحق دابا المشكله ديالنا حنا المغاربه الصيفيه هذه، وقيل حتى شي واحد ما كان عور يسافر، ولا حتى شي واحد ما كان يمكن مع شي الكوفيد ما كان كيعدل الباسبور، حتى تفتحت الحدود دقه عاد صداق كل شيء باغي يسافر، فهمت؟ ايمانا لهذا خويا ما قريتش سؤالي في الاول اخ اختي ايمان، عاودنا السؤال صحيح اخي البقالي. يا اختي بالنسبه ل6 شهور اللي كنتي كتقول راه هي هذاك القانون، ولكن القانون عام، من بعد كاين كل واحد وشنو كيعمل. مليكة بن بوشاي اولا مي بالدريا كون انتيجينو tengo el pasaporte COVID, ya que estoy vacunada. No, para entrar a Marruecos no te valdría el antígeno. Tiene que ser PCR normal, desde España hacia Marruecos. Para la vuelta sí que te valdría el antígeno, pero bueno, de todas formas tú estás vacunada que no te hace falta ni siquiera para volver aquí. مجاني في مستشفيات والمعاهد، ديكشي اللي قريت اختي. أخي أنا من إيطاليا، واخ desde مدريد a Casablanca، desde España a Marruecos no te aconsejo que te vayas con PCR del centro de salud. Yo no te aconsejo, pero bueno, tú sí puedes contactar con la aerolínea. No te aconsejo, ¿por qué? Porque he visto muchos problemas con PCR del centro de salud. Porque el PCR del centro de salud no te pone el pasaporte, no te pone por ejemplo, el DNI, no te pone la ficha de la recogida, no te pone la ficha de la entrega. Entonces, es un PCR, digamos, en plan general. Pero bueno, si tú quieres preguntar y tal, y te dicen que sí, pues vale. Pero yo personalmente no te aconsejo. سلام خويا، واش كاين شي تخفيضات شهر 9؟ هو اختي نزهة كاين بالنسبة لها الخطوط راهي دايرة تخفيضات، وكذلك ريانير. بزاف ديال الناس كانوا قالوا لي ودي ريانير راه تخفيضات في المشية وتخفيضات في المجية، ولكن عملت واحد الكومباراسيون انتر لاس تريس ايرولينياس ريانير والخطوط الملكية والعربية، وخا المجية غالية مثلا ديال ريانير كتبقى أرخص بكثير بكثير من الخطوط الملكية ومن العربية للطيران، رغم انهم شركات وطنيه كيحملوا الرايه الوطنيه، ولكن الانسان يعني بعض الاحيان كيشوف جيبه، لان طبيعي الحال هي الحياه نايضه على الجيب. سلام اخي. المهم اختي بالنسبه للتخفيضات، كاين بعض التخفيضات في الخطوط الملكيه راه رجعت، بحال دابا مثلا مدريد عملت 3 ديال الطيارات في النهار الكازابلانكا، زادت في ذاك التخفيضات اللي كان امر بها جلاله الملك، فيعني زادت فيها وبقى تقريبا هي بالنسبه لمدريد. مدريد كازابلانكا راه مازال كاينه. السلام عليكم ورحمه الله، وكان ديال الرايان كذلك. مروه مروه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احلى بسم الله يعطيك الخير، الله يرحم الوالدين. اخوان عملوا لنا ديك اللايك باش يطلع لنا هذا الشيء، الله يرحمكم الوالدين، شكرا جزيلا. ايمان اخويا بقالي انا قطعت الذهاب والاياب، ولادي غير الذهاب واعطوني مقعد بعيد على ولادي ترانزافيا، واش الى صعدت الطائره يبدلوا لي المقعد ولا لا؟ شحال عندهم وليداتك؟ ونورمالمون على حساب القانون خاصك تكون جالسه قدام ولادك. دوز للكونتوار، مشي شويه بكري ودوز للكونتوار، خلي ما تفصلش حتى الطياره. انا نقول لك علاش، ملي كتفصل حتى الطياره هذوك لي ستيورد ولا سفاطه يكون عندهم الوقت قليل، خصهم يشدوا الباب ديال الطياره، سينو كيعملوا لهم الروتار وكيطلبوا منهم ليكسبليكاسيون علاش وقع هذا الروتار وكذا، وفهمت يعني ما كيكونش عندهم الوقت، وبالتالي حتى ديك الكورتيسية بحال اللي كتسمى داك التعامل، يعني بواحد الطريقة نقولوا بين قوسين مزيانة وبالترانكيليداد ما كيبقاش، كتجي كتقول لا بالدليل المتاح هذاك، يقول لك بوانو سينتاتي دي كولو بريم جلس بلاصتك من بعد نشوفوا هذا، وفي الاخر يقدر ما يبدلكش البلاصة. مشي للطيارة من المطار قبل ما تخرج الطيارة ودوز للكونتوار قول لهم راه سجلتوني بعادل على ولادي، واش تقدروا تعطيوني
الجيش قدام ولادي باش تما يخص ديونا هاد الشيء هذا. سليمة سليم سلام، انا درت لايك، شكرا جزيلا. من ايطاليا الى المغرب، عبد القادر. من ايطاليا الى المغرب، ويخاي شنو؟ من ايطاليا، شكرا. عاوتاني نفس السؤال، وشنو واش بغيتي تعرف الشروط باش تهود المغرب؟ ولا كنتي بغيتي تهود من ايطاليا؟ عمل السؤال كامل اخي عبد القادر باش نعرفو. المهم انا كنفهم بانك انت ماشي من ايطاليا للمغرب، ياك من ايطاليا للمغرب خصك اما تحليله ديال البي سي ار، او لا يعني اذا كان عندك الباكونه راك تهود بها للمغرب. هادشي اللي كاين. ابتسام كتقول 23 اي دي دي اس، ما فهمتش اختي ابتسام. مدريد 23 وديال 10 بي سي ار خويا هولندا. واش الا مشيت ليها كاين حجز؟ واخا واخا شنو من السؤال واضح، الله يرحمكم الوالدين. اللهم اختي ايمان، الحجر الصحي ديال هولندا ما عنديش معلومات كامله، اذا كنت باغا تسولني على الحجر الصحي يمكن نفتش لك على السؤال من بعد، ولا بحال اللي كنقول دائما الناس، انا نخلي انستغرام اللي عنده شي سؤال وما عرفتش نجاوبه دابا ان شاء الله من بعد يسولني في انستغرام، نقلب على السؤال دقيق والمعلومه صحيحه. من ايطاليا شكرا خي عبد القادر، جاوبتك جاوبتك. الوري كريم جواد، سلام خويا بقالي، اسبيرو كي ديبا بيان، سوبري تودو كون لا يريدا دي مانو. اي مي هرمانو، ايستا ايستا. طايحة بالبشكليتا صاحبي، عذبتنا والله. لا عاد كنت كنفكر نشري الموتور، دابا صافي عملت عقلي والله، ما كاين لا موتور لا والو، هاي البشكليتا وجبتها في راسي. شكرا بزاف اخي كريم. لا جريدة دي مانو تينغو بويلو مانيانا ان شاء الله كون ارابيا دوندي ساكار لا تارجيتا دي امباركي كواندو امبيزا ماس او مينوس. خاي كريم انا نقول لك اكزاكتامنتي كواندو امبيزا، ني ماس ني مينوس، 3 horas antes de la salida se empieza la facturación. Seguramente si tú vas aquí desde Madrid, no vas desde Madrid, tienes que ir al T2 salidas, entras por ahí y buscas mostradores de Air Arabia. Son al fondo de todo, a la derecha. Cuando entres a la derecha, ahí donde están y le están haciendo facturación a una empresa que se llama Ground Force. Y si el vuelo sale a las 10:40, pues empezarán a facturar 7:40. No sé si es este el vuelo. Por el tema de tarjeta de embarque, ahí donde te dan la tarjeta de embarque, en los mostradores. Tú solo vas a llevar la reservación, ahí la PDF este o en el móvil, o incluso no hace falta, pero bueno, por si caso, porque todo lo que tienes que hacer es darle el pasaporte y ellos ya van a mirar en el sistema si tienes la reserva confirmada. Gracias a Jai Karim. كلش سلام، انا راجع لاسبانيا عندي تلقيح، ما حتش بي سي ار. لا ما حتش بي سي ار. من ايطاليا شكرا، جاوبتك اخي عبد القادر. انا خويا مقطع في رواير اير مروك، واخ سؤال غير مكتمل اخي. غنسافر من المانيا للمغرب، شنو خصني ندير؟ شنو خصك دير؟ من المانيا خصك يا اما البي سي ار ديال 48 ساعه، ويا اما يكون عندك ال عرفني دي بلاتي. باش نعمل هذا يا طنطيرة، هذا يا طنطيرة. المهم مش برجع، علاش نحط يدي حيت كيحرقني؟ غادي نحط على اللعيبة هادي. مسافر من ألمانيا للمغرب، شنو شنو خصك؟ وخصك دير البي سي ار ديال 48 ساعة، أو لا إذا كنتي ملقح يعني كافي التلقيح كافي باش تهود المغرب. جاوبني شكرا. ورا جاوبتك أخي عبد القادر، أرحم بابك تبع معنا. أنت ماشي من إيطاليا، إما خصك دير البي سي ار ديال 48 ساعة أو لا دير التلقيح. إلا كنتي سمعتي الجواب ديالي، راه سولتينا شي 8 مرات، قول لي راه ناس، قول لي راه وصلك الجواب. الله يرحم لك الوالدين. شنو هي الورقة اللي كتطلب ريانير من المغرب؟ كيفاش الورقة اللي كتطلب ريانير من المغرب؟ شمن دولة انت ماشي ليلة؟ ماشي ريانير، شمن دولة انت ماشي ليلة؟
قول لي من لين مسافر الله يعطيك الخير. البيسير مجانا في المستشفيات، هل هذا صحيح؟ واختي هو داك الشيء اللي سمعنا في الاخبار، داك الشيء اللي سمعوا الجرائد، داك الشيء اللي يعني جابوا الجرائد، ولكن باقي ما كاينش شي تاكيد. الناس اللي في المغرب مشيو عملوا شي دوره تما وسولوهم شوفوا واش كاين داك الشيء مجاني ولا لا. بس هذا يلا خرج اليوم، فهمت؟ الحمد لله والشكر لله. خويا واش ما يحبسونيش في المطار الا بغيت نمشي لروسيا وانا ما دايرش التلقيح؟ واش ضروري التلقيح؟ واخا احمد على حسب، علاش ماشي وانت كنت قبل ما تشري البيي ما تمشيش للمطار؟ علاش انت عاد تشري البيي وعاد تمشي وتشوف واش يحبسوك ولا لا؟ الرأي اللي السليم كيقول انك قبل ما تقطع البيي كتمشي للاجونس كتقول له باغي نقطع لروسيا، شنو خصني؟ كيقول لك عندك التلقيح؟ كتقول له لا ما عنديش التلقيح. كيقول لك علاش ماشي؟ ماشي سياحه. كتقول له يا، كتقول ما سياحه ولا طالب يعني عاد تقرا ولا شي حاجه تما؟ غادي يقول لك 100% غادي يقول لك مشي للعمل جيب ورقه مغادره التراب الوطني. اذا ما كانش عندك التلقيح خصك مغادره التراب الوطني، اذا ما كانش عندك حتى وحده فيهم بطبيعه الحال غادي يحبسوك. ولكن انا كنقول لك السي احمد اللي ما كيدارش هو ان بنادم في هذا الوقت هذا شحال هاديه، كان يا اما خصك الباسبور ديال الدوله ولا الفيزا وتسافر. دابا ولا الشهاده ملعكك شي شويه مع الشروط، فالانسان بطبيعه الحال ملي كيكون يعني بحالك عنده شك هيدا ما يشريش البي ويمشي للمطار، يمشي للاجونس لا خانسيا وسول عادك شري البي. الله يسر لك الامور. شنو هولندا؟ بلا تختي انا نشوف لك هولندا. اسبانيا بالخيك، المانيا، هولندا. انت مش شامل المغرب؟ لا السلام عليكم، نريد اعفاء الجاليه المغربيه المقيمه باسبانيا الملقحه من اختبار الكشف عن كورونا، لان الحاله الوبائيه باسبانيا اصبحت تتحسن يوما بعد يوم، يجب ارجاع اسبانيا للقائمه آليا. والله العظيم ما كرهناش يا خاب إله، ما كرهناش والله ما كرهنا. انا كنفكر ندير هاد التلقيح باش نبقى نتحرك على خاطري، والله الا ما كيعجبنيش يبقاو داك. عاد حنا في المطار كل سيمانه اجي تيبقاو داك العود تما يشوفوا شنو فيك. كل مره تيست una pregunta bueno no es una pregunta completa. خويا واش اسبانيا سهلت؟ بغيت تتعلم اي سافر لاسبانيا باش. شكرا بالتوفيق. كيفاش سهله؟ بغيت نتعلم. بغيتي تتعلم الاسبانيه؟ ان شاء الله داكشي انت كل واحد والكانا ديالو على حسب الهدف ديالك اخي. اذا كان عندك الكانا وعندك الرغبه فيها راه غادي تتعلمها دغيا، ولكن اللغه ما كتعلمها حتى كطيح فيها بل. ولكن مزيان يجي بنادم كيعرف شي شويه بعد. الله يسر لك الامور. كي دايره الامور ديال اللايكات الاخوان؟ كاين شي لايكات بليز؟ 107 يلاه 74 عاملين اللايكات، والله الا حشومه عليكم. اللي دخل مرحبا بيه عندي ومرحبا بيه عنده، ويمنى اللايكات عملوا لنا البصمه الله يعطيكم الخير. 115 كيتفرجوا ويلا 76 عاملين لايك. والاخوان نعم كتشوفوا عيانين وهذا. اذا جينا ندردش معاكم ان شاء الله. عملتوا اللايكات ولا والو؟ عملوا اللايكات صح يدي والله الى ما عاد هي اللي كنشبر بها ديك السوري باش كنخدم. السلام اخاي بقالي، واش كيحتاجوا بي سي ار 48 ساعة ولا 72 ساعة في الرويال اير ماروك؟ واختي زكية فين ماشية؟ فين ماشية؟ ماشي الرويال اير ماروك هي اللي كتجي، وقول لي فين ماشية باش نعرفوا الدورة اللي خارجة ليلة واللي داخلة ليلة ونعطيوك جواب شوية دقيق. الأخت اللي كانت كتسول على هولندا، خصك تيست نيجاتيف ولا انتيجين ديال 72 ساعة، والعيال ابتداء من 6 سنين. المسافرين اللي ملقحين خصهم يعملوا البي سي ار ولا الانتيجين واخا ملقحين. لا 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 اسمح لي عافاك، هذه ماشي هولندا اللي كنت كنقرا دابا. لا هذه الشروط ديال العودة إلى إيطاليا. ما زديش عليا دابا، ما زديش على هذا الشيء اللي قلت. أنا دي عليا، ولكن الجواب اللي قلت دابا ما زديش عليه.
هولندا بليز، افتح باش نشوفه ونقول السيدة اللي عندك النساء. سلام، أنا عندي رحلة من كازابلانكا إلى برشلونة، واش ضروري في السعر؟ جوستو يكون هذا نو شيستاش، يكون هذا نو في فالتا. واخا يا عبد القادر، وقلنا صاحبي قلنا ما لا إيطاليا، وجاوبتك جاوبتك تقريبا شي 10 ولا 11 مرة ايطاليا. وركز معايا دابا، شوف الله يرحمك الوالدين، دابا خصك تركز معايا، وراه عيتي ما كتسولني، ويعني كنديو موطان واحد لانسان اخر اللي باغي يعني عنده شغله. انت ما تجي من ايطاليا للمغرب، اما خصك يكون عندك البي سي ار ديال 48 ساعه اذا ما كنتيش ملقح. انت ملقح ولا ماشي ملقح؟ انت ملقح صافي، بداك شهاده تلقاح حتى ولد المغرب، انت ماشي ملقح وصافي، خصك تمشي تعمل البي سي ار ديال 48 ساعه وتعمر واحد الورقه الصحيه للدخول الى المغرب. ايطاليا كيطلبوها بزاف هذيك الورقه. صافي خي عبد القادر، برافو ليك، دابا فهمتي. شروط الدخول من المغرب الى اسبانيا مهاجر، بلاتي نرجع عندك عفاك، نمشي عندك السيده اللي سولت ديال هولندا. علي هولندا، اما يكون عندك ديك بروف اوف ريكفري يعني بانك سرحتي ديك الورقه ديال بانك بريتي ما بقيتيش مريضه، اما يكون عندك التيست بي سي ار ديال 72 ساعه قبل الساعه ديال الرحله، وتعمر ديك الورقة ديال الصحية للدخول إلى هولندا. أها باسنجر ريكوايرد فاكسينيشن سيرتيفيكيت، إما يعني يكون عندك باكونة، إما يكون عندك مثلا تلقيح. هذه بالنسبة اللي هما ماشي هولنديين ولكن مقيمين في هولندا، إما خصو يكون عندك الشهادة ديال التلقيح او لا تيست ديال 72 ساعه باش تدخل، وما كتحتاجش الحجر الصحي. نون سيلف كورنتين از ريكوايرد ابون ارايفل، اذا كان عندك تيست ديال 72 ساعه ولا السيرتيفيكا ما كتحتاجش تعمل الحجر الصحي. كومبلاي وذ ذا ابليكيشن رولز، خصك تعمر داك الورقه ديال الحجر الصحي. وبالنسبه للعيال ابتداء من 12 عام فكيكون عندهم يعني خصك تعمل لهم التيست ديال بي سي ار كذلك. شروط الدخول من المغرب الى اسبانيا، من المغرب الى اسبانيا اذا كان عندك التلقيح ما كتحتاجش تعمل البي سي ار، واذا ما كانش عندك التلقيح اما البي سي ار ديال 48 ساعه ولا لونتيجين ديال 24 48 ساعه كذا، وتعمر الكوير ري واحد النموذج الصحي للدخول الى اسبانيا. شوف اخوتي راه هنايا شفتو تما ديك الروبا بكالي بونتو ايرو ترافل، هذاك انستغرام ديالي اللي بغى يكتب لي ولا يسخن لي اوديو ولا عنده شي سؤال وبغى ان شاء الله الرحمن الرحيم يسول، فمرحبا به يتفضل، خصوصا الا ما جاوبتوش هنا. دابا انا ماشي معاكم كل واحد السؤال ديالو، بالتالي فما كنظنش يعني شي واحد ما جاوبتوش لحد الساعه، اللهم ديك الناس اللي في الاول. المهم راه جايب معاكم اقل واحد 25 دقيقه وانا كنجاوب هود سؤال بسؤال، ولكن في حاله اذا ما كانش يعني ما جاوبتكمش كاملين، ها هو الانستغرام ديك الساعه دخلوا خلوا لي السؤال. الو ليا ميري، Una pregunta, dentro de poco me iré a España, pero ya me hice la vacuna, ¿es que se puede hacer PCR o no? No te hace falta PCR, no te hace falta PCR. عبد القادر سافر من إيطاليا، عبد القادر سافر من إيطاليا، جاوبني شكرا. يا سيدي عبد القادر والله ما أعلم إذا كنت أنت لا تشاهدني ولا كطرح السؤال وكتمشي من شي دورة وتجي، لقد أجبت بتنا أكثر واحد جاوبتك هنا. ديس كان هضر بحال هادوك ركن المفتي. سلام اخي، بغيت نسافر لمصر، ديال التوقيع جوج، واش ضروري ورقة المغادرة؟ اختي سهام المجاهد، سول شركة الطيران اللي مسافرة معاها اختي سهام الله يرحم الوالدين، فهمتي، سول شركة. نورمالمون انت عامل القانون اللي هو التلقيح، ولكن انا منك بحال اللي كنقول هذه القضية ديال الناس اللي خارجين سياحة ولا باغيين يخرجوا لشي دولة اخرى، فانا كنفضل انهم يمشيو يسولوا شركه الطيران قبل ما يخرجوا. علاش؟ قبل ما يسافروا، العفو قبل ما يشريوا البي، لان بعد باش تجيك غير ضربه واحده، ضربه واحده هي ما يخليوكش تسافر، ماشي تشري البي وتخسر فلوس وعاد يجيوك جوج ضربات، فهمتي، ماديا ونفسيا. بثير وبوكا واش صالح بارا رويال اير ماروك دي مدريد كاسابلانكا، دي مدريد كاسابلانكا اي تينغو الفولو الديا 21 اي بارا بثير تينغو. شوف انا مشيت مع عمي اليوم عملنا البي سي ار ديال الفم وديال النيف، ما عرفش ديال الفم ديال الفم، وقيل عين تيخينو، هذاك راه الا كان عن تيخينو
ما صالحش. اذا كان بي سي ار نورمال صالح، وبرك دابا بدينا كان دا يعني كيوقع بحال واحد التغيير في الاسماء والواحد كيدور. انا نقول لك شنو بالنسبه للطياره، بالنسبه للطياره المغرب بالخصوص خصك تعمل البي سي ار نورمال، يكون يا خويا دو بوكال ولا يعملوا لك في النيف ولا، المهم خصو يكون بي سي ار. وانا كنعرف بان البي سي ار كيكون ذاك العود يعني كيدخلوا في اللعاب، كياخذوا عينه من اللعاب وعينه من النيف، هذاك هو البي سي ار اللي خصك تمشي به للمغرب. شروط الدخول المغرب الى اسبانيا مهاجر، السؤال يتكرر. شروط الدخول من المغرب الى اسبانيا بالنسبه للناس عادتي مهاجر، يعني انت مقيم هنايا في اسبانيا، اذا كنت ملقح كترجع بالتلقيح، واذا ما كنتش ملقح كتعمل بي سي ار ولا انتيخين. كيفية في الغربة؟ في الغربة مرحبا أختي، شكرا على اللايك. السفر من إيطاليا إلى المغرب، والله يا رجل أنت يعني ما أدري إيش بك، ولكنك تطرح هذا السؤال كثيرا ولا تسمع إلى الأجوبة. شكرا أخي بزاف، الله يكبر بك، الله يرحمك يمك. أين هي اللايكات يا رجال ويا نساء اللي التحق بنا؟ مرحبا به، وما تنساش تعملنا اللايك، الله يجازيك بخير. كبر بك أختي، أنت كذلك. سهام، شكرا سارة. سلام، نقدر نهز معايا المعقم ديال اليدين ساكت اليد شي تقدر معقمات ديال اليد كاملة تقريبا، ما فايتاش أكثر من 100 ديال السنتيليتر، إلا إذا كنت غادي دير بوطية كبيرة. فالمهم ساكت اليد ما خصوش يفوت 6 ديال السنتيليتر. عبد الموفق حنان، شكرا اختي، الله يعطيك الخير. خاوة، عندي فيزا اسبانيا، نقدر نخرج من المغرب باكونة؟ وهذاك الشيء اللي هذاك هو القانون، لو كانت عندك الفيزا عندك باكونة نورمالمون تقدر تخرج، ولكن بحال اللي كنقول اخاي ديالي هاد الامور هذه فيها شوية ديال المهم، ما كيخليوش الناس شي بعداش منهم يخرجوا واخا عندهم اللقاح وعندهم السياحة، عندهم فيزا سياحة. كل ما تشري البيي كتمشي لشي اجونس، السلام عليكم باغي نشري البيي نمشي لاسبانيا، واخا سيدي هي هنشوف لك البيي، واخا شفتي البيي مزيان، انت عندي الفيزا وعندي هنايا عندي الفيزا وعندي هنايا التلقيح، واش صافي هادشي هذا هو اللي خصني باش نسافر؟ قبل ما تقطع البيي اكد لي واش هادو هما الاوراق اللي خصني نسافر. الا قال لك هي صافي قول له قطع البيي، خصوصا العربيه للطيران الخطوط الملكيه عندهم يعني الوكالات ديالهم كاينين تما اي مدينه تقريبا. السلام عليكم خويا بقالي، واش نحتاج البي سي ار؟ خي خالد فايش فين ماشي باش واش تحتاجه؟ ما نقدرش نقول لك. سلام، خصك تقول لي مين ماشي يا خالد. السلام عليكم، خديت فيزا قرايه ايطاليا، عندي شهاده المغادره التراب الوطني، ما درتش التلقيح، واش نلقى مشكل؟ نورمالمون راك عامل اللي عليك، نورمالمون ما خصكش تلقى مشكل. هو هذاك الفيزا ديال القرايه كتحتاج رخصه مغادره التراب الوطني الا ما كانش عندك التلقيح، راك ماشي هو هذاك. الله يسر لك الامور، لو كنتي عادي تقرا الله يسر لك الامور ان شاء الله. انا عندي بي نهار 22 في وسط، نرجع 26 ديسمبر، واش ما كاينش مشكل؟ والله الا خفت بغيت نبدل بي خفت عيش الدو، كنت هنا بحال والو ما خدامهاش، يمكن ياك هو بس كتبقى 26 ديسمبر، يشدوا في 10 ويحلوا في 11 ويشدوا في 11 ويحلوا في 12، تيكونوا شدوا حلوا شدوا حلوا. المهم زين، شتي وزيرة الخارجية السيدة الوافي، أكون لها الاحترام الكبير، عجبني الشخصية ديالها الصراحة، فقالت بأن يعني راهم ما غاديش يشدوا المغرب في الحالة هذه، وأنهم عازمين بحال اللي خلاو الناس يدخلوا خلوهم يخرجوا إن شاء الله. لايكات للأخ، الله يرحم يمك أخي محمد، فكرتيني دابا شتيها، وأنا نمشي نشوف اخوان عملوا لنا اللايكات الله يرحمكم الوالدين، انا قعدت الناس تعملوا لنا اللايك، شكرا بزاف، حشومه ما نضيعوش الوقت بحال نتوما، عملوا لنا اللايكات الله يرحمكم الوالدين. كما محل اللي كان ساعه، ولكن حس والله الا كان عمل واحد المجهود باش نوصل لكم معلومه في محليه. خالد انت ماشي من المغرب لاسبانيا، الا كان عندك التلقيح فبالتلقيح كدوز بلا ما تحتاج بي سي ار،
ولا ما كانش عندك البي سي التلقيح كتعمل اما البي سي ار او لونتيجين ديال 48 ساعه. شكرا بزاف على اللايكات، الله يعطيكم الخير. منين نوصلوا ان شاء الله خصنا الحجر زعما وخا بيسير. اختي ايمان الا كنت انت اللي كتسول على هولندا، راهم عاملين ما كتحتاجش انت عندك اقامه، عاملين تما ما كتحتاجش ما كتحتاجش الحجر. السيت ديال العربيه الا دخلتي راه غادي تجبر تماك المعلومات، عاملين تما ما كتحتاجش الحجر الصحي الا كنت انت السيد اللي كتبقى تسول على هولندا. علما عندي التلقيح كامل خي خالد. صافي انت عندك التلقيح من المغرب لاسبانيا وديك التلقيح كدوز. شوف الاخوان ملي تكون عتعاود السؤال ماشي تعمل النص ديال السؤال ومن بعد تكمل بحال اللي كتشاطي غير انا وياك الراس في الراس. لا راه كاين الناس كيدخلوا اسئله بين السؤال ديالك ويمكن انا ما ندركش نشوف السؤال ديالك، فهمتي؟ المهم دابا خالد بقيت عاقل عليك، انت اللي عاد جا هنا قريب، انت قلت لي من المغرب باغي تسافر شنو هي الشروط، من بعد قلت لي من المغرب اسبانيا، ودابا قلت لي علما عندي التلقي. كريمه مهدي سلام، انا خصني نقطع في ريانير، واش عاملين شي اوفرتا ولا مره نقطع فيها؟ اعطيني شي معلومات سيدني بورفا. اختي كريمه شوف اذا دخلتي ريانير غادي تجبر لها بالترخيصه والطلعه غاليه شويه، ولكن اذا قارنتي الايدا بولتا ديال ريانير مع العربيه مع الخطوط الملكيه مع ايبيريا كتجبر ارخصهم هي ريانير، فهمتي؟ واخا كتجبر الرجعه زايده، ولكن الا قطعتي مع الخطوط الملكيه ولا العربيه ولا انا هنايا باش نكونوا واضحين، فهمت يعني؟ هنا الشركات الوطنيه ماذا بينا نكبروا بها، حنا كنكبروا بها ملي كنقدروا، ولكن القضيه ديال الانسان الجيب راه معروفه، هما عارفين اش كيعملوا داك الثمن والمسافر كيضرب على. اذا اختي كريمه قلت لك اللي دايب ولتا كنصحك تشري مع ريانير، خا يقولوا الناس لا حيت ما دخلش فيها الباكاج، تولي تدخل فيها الباكاج وتجيك رخيصه على شركه اخرى. انا سالي باسبور ومقطع في روايل المروك، عافاك قول لي نمشي للقنصليه باش يعطيوني واحد الورقه نفوت بها. هي مزيان، برافو ليك، هذيك الورقه هذيك جيبها لي سي باسي كي تسمى. واش بصح اخويا؟ انا واش بصح خويا؟ مات ليا في 28 7. المهم دابا كيتسمى عندك ميت خيكم سالي في ما كان، جيب داك الورقه هذيك وما يكون تاش ما يكون تاش مشكل ان شاء الله. اخي جاوبني بالعربيه، انا اريد السفر الى المغرب، ما هي الشروط؟ كيفاش نجاوبك بالعربيه؟ وباش كنت كنجاوبك راه مسموح انت كتسولني على ايطاليا اخي عبد القادر، راه مسموح انا كنجاوبك بالعربيه الله يهديك. ونتمنى دابا تكون كتسمعني وافتح معايا عقلك الله يرحم لك الوالدين، باش ندوزو نهضروا مع ناس اخرين، سينو مره اخرى غندوز الجواب ندوز السؤال ديالي والله العظيم. مع ما جاوب انا نجاوبك بالعربيه. انت بغيت تسافر للمغرب، انت هو اللي نصبح انت كتقول لي السفر من ايطاليا، السفر من ايطاليا، ولكن عندك باكونه كتمشي بالشهادات باكونه، ولا ما كانش عندك باكونه كتعمل التيست بي سي ار ديال 48 ساعه باش تسافر للمغرب. هذا الشيء اللي كاين، وتعمر واحد الورقه صحيه، فهمتينا دابا خي عبد القادر؟ صافي هذه اخر مره غادي نجاوبك. الا عندك شي سؤال اخر ولا مثلا ما كنقدروش نتكومونيكا وانا وياك ما كنوصلكش مزيان، ها انت ها هو انا الانستغرام، وديك الساعه سرد لي الاوديو ماشي غير بالعربيه يعني باللغه ديالنا، نهضروا بالدارجه ولا باش نغيتي ونتفاهموا مزيان. سلام خويا ساميه يا المطار، ما فهمتكش. عمر سلام خويا، السميه ديال المطار اللي فيها ريانير، وغادي تقول التيرمينال، التيرمينال اونو في مدريد باراخاس بور اكزومبل. خويا بغيت نمشي للدنمارك، عند اختي نقدر نمشي بجواز التلقيح؟ ولا كنت عندك الفيزا وعندك جواز التلقيح هذا الشيء اللي كيقولوا، كيقولوا تقدر تمشي. سي بوي ماروكوش ان افيون تينغو اثر بي سي ار، سي سي نو ستاج باكونا تينس كاثر بي سي ار. خالي واش نعمل واش نعمل؟ جاوبتك يا خالي، جاوبتك جاوبتك وجاوبتك، وخلي تبقاو عيك تكتبوا، انا عاد كنوصل للجواب، عاد كان عاد كنهضروا ياه. لكن عندك كورونا واش يبدلوا لك البيي؟ كيحاولوا يبدلوا لك البيي، اتصل بهم، خصك تسرد لهم في الايميل وتسرد لهم داك الورقه بان راه فيك المرض. واحد ذاتي في الدنمارك عادي نبرك غدا العدو عنده ونخلص فندق. واحد
ما فهمتكش، اسمح لي عاود لي السؤال بشي طريقة أخرى الله يعطيك الخير. تحية كبيرة زايرة جيد مدينتي، الله يعاونك، الله يرحم يمك أختي سعيدة. شروط الدخول من المغرب إلى إسبانيا مهاجر. أنت راه جاوبتك على هذا السؤال وما تنسي. إذا كان عندك تلقيح كدوز بتلقيح، إذا كان عندك بي سي آر، إذا ما كانش عندك تلقيح البي سي آر ولا الانتخاب ديال 48 ساعة، خصك تعمر واحد الورقة الصحية للدخول إلى إسبانيا في الإنترنت. أختي إيمان، بالنسبة للمغرب وهولندا راه كيقول لك ما تحتاجش التلقيح إذا كان عملتي ما تحتاجش الحجر الصحي إلا عملتي البي سي آر ولا إذا كانت عندك الشهادة ديال التلقيح. خويا واش اللي غادي يجي من اسبانيا ضروري التحليل؟ هي ضروري التحليل، سواء تكون ملقح او غير ملقح. السلام عليكم، نريد اعفاء الجاليه المغربيه المقيمه في اسبانيا ملقحه من اختبار الكشف عن كورونا، لان الحاله الوبائيه في اسبانيا اصبحت تتحسن يوما بعد يوم. يجب ارجاع اسبانيا القائد ما الف. احنا قلنا السؤال ديالك اخي عثماني، نتمنى يوصل عند السي العثماني. السلام عليكم اخي، شنو المطلوب اللي بغى يسافر لامريكا من أمريكا للمغرب؟ من أمريكا للمغرب ما خصك يكون عندك اللقاح، شهادة ديال اللقاح، أو لا تعمل البي سي آر ديال 48 ساعة وتعمر رخصة الدخول إلى التراب الوطني ولا البطاقة الصحية للدخول للمغرب. وإلا ما كانش عندك التلقيح خصك تعمل واحد الحجر الصحي ديال 5 أيام. رغم أن بزاف الناس كيقول لك المغرب ما كيحكرش على هذا الشرط هذا، ولكن هذا الشرط هذا راه كاين وموجود. خي نبيل، لو بغيتي مزيد من المعلومات نفرد لك ديك البطاقة الصحية وداك الشيء، فهو هنا الانستغرام ديالي، حاول تتصل بيا ان شاء الله وان شاء الله يسر لك الامور. السلام عليكم. السلام اختي بشرى. السلام عليكم ورحمة الله، انا ساكنة بعيد على المطار مدريد، عندي نوصل المطار ساعتين قبل، واش كاين شي مشكل؟ واش غادي نقول لك انت لا تعرف انت، ودابا انت غاتوصل ساعتين كل ما تخرج الطيارة، وكيشدوا ديك فاكتوراسيون ساعة، والمطار ديال مدريد خصك تعمل فاكتوراسيون في تي كواترو وعاد تشبر حتى الترند. المهم ما كيتعطلش، المشكله هو بديك الدوخات، تهود تشبر الترند ما يندوز، عاد تشبر الترند تمشي للتي كواترو اس، الترند يعمل عليها حتى 3 دقائق من تي كواترو للتي كواترو اس. المهم باش ما تعطلش، انت غادي تجي في الترند واقيلا، ياك قلتي لي على حسب اللي فهمت السؤال ديالك واحد المره اليوم، غادي تمشي غتطلع عند تي كواترو، عاد تسجل، عاد يعطيوك الترخيطه ديال المباركي، عاد يسردوا لك الماريطه، صورهم على الترن، غتهود انت حتى تشبر الترن، عاد تمشي تي كواترو اس باش تشبر الطياره. اما واش ساعتين كافيه ولا ما كافيهش، ما نقدرش نقول لك، واش انت ناس بيا ولا بي سي ار هذاك العود خطير كل مره. والله العظيم كتيبان لي ندير التلقيح باش ما يبقاوش يمرضونا في العقل ديالنا كل مرة يجيبوا لنا المخ والمخايخ. واش تبدل قانون الأطفال من 6 سنين فوق يدير جوبني ريانير إيطاليا إلى المغرب؟ باش تدخل المغرب مثلا 11 عام، ريانير ما عندهاش القانون ديالها بوحديتها. المهم ريانير دايرة 10 سنين، ريانير دايرة ديك المسألة ولكن ماشي 6 سنين. Hola, mi hija tiene 11 años y medio, tendrá que hacer PCR para volver de Marruecos a España. No, hasta 12 años no hace falta para volver a España. Antan, Asma Shukran, Abdullah del Khair, Hanan, el Wahab Idris, Salam. Tengo pasaporte COVID y voy a Marruecos. Necesito PCR. Sí, necesitas PCR para entrar en Marruecos, aunque estás vacunado, pero أو نصيب بيد ام بي سي ار. اللي دخل مرحبا به، وما تنساش معاك البسمه، الله يعطيك الخير، اكد على الوجود ديالك، سني معانا في الدفتر بداك البسمه. واش نقدر نهز معايا المعقم؟ ايه راه قلت لك تقدر الا كان اقل من 100 ديال السنتيليتر. لايك 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 راه بقالي، شكرا بزاف ديما لايك عزيز، الله يرحم يمك. السلام عليكم خويا بقالي، واش تك
تأكدتي من ديك الخبر ديال إلغاء طلب مغادرة بوجود الفيزا؟ أختي نجاة، أنا ما خنيش ما عاديش نتأكد من ديك الخبر. عرفتي علاش؟ حيت هذه مسألة ديال الحدود، هذو من البوليس. واش أنا غادي نعيط للبوليس وغادي نقول لهم واش كتخليو الناس يدوزوا بالفيزا؟ أنا اللي عارف كاين الناس بعدا بالفيزا ما يخليوكش تدوز. هذه باش نكونوا واضحين فيها. أنت دابا شنو عندك؟ عندك الفيزا ياك؟ عندك الفيزا وضروري تجيب الورقة ديال المغادرة التراب الوطني، ما فيها لا حتى ما كاينش إلغاء. عندك الفيزا خصك تجيب ورقة ديال مغادرة التراب الوطني. شنو كيوقع المشكل؟ فين كاين المشكل مع الناس اللي عندهم التلقيح اللي المفروض انهم خصهم يخليهم يخرجوا من المغرب؟ اللي عنده فيزا سياحة وعنده عنده فيزا سياحة وعنده تلقيح، من المفروض انهم يخليوه يخرج من المغرب، ولكن على حساب الديستيناسيون، على حساب شكون، على مرة كيخليوه يدوز مرة ما كيخليوهش يدوز. اما انت هنايا مثلا عندك الفيزا فضروري تجيب مغادرة التراب الوطني الا ما كانش عندك التلقيح، فهمتي؟ وكل واحد خصو يتاكد هذا، خصوصا السياح اللي بغان يخرجوا من المغرب سياحه، فاحسن لهم يتاكدوا مع شركه الطيران ديالهم، وكذلك مع وكاله، يعني مع الوكاله قبل ما يخرج، قبل ما يشريوا البيجي يمشيو عند الوكاله يقول السلام عليكم، شوف اخويا انا عندي الفيزا سياحه، شنو خصني باش نخرج؟ يقول لك شنو خصك شنو خصك، كتشوف انت بانك انت فيك ذاك الشروط، كتقول له سير على الله قطع البيجي، كتشوف ما فيكش ذاك الشروط كتقول له بلا، تمشي نجيب ورقه مغادره التراب الوطني ونشوف واش غنقدر على هذا الشيء ولا لا. يوسف عافاك، واش سنفر مقبولين في لندن من المغرب اتجاه المملكة المتحدة؟ لا بالحق، على العموم بما ان لندن وخا تكون ملقح خصك تعمل بي سي ار، تقدر بداك البيس داك التلقيح يعني يخليوك تخرج من المغرب، ولكن دير البي سي ار. انا كنعرف السيدة مشات بالتلقيح والبي سي ار بجوج بهم لندن، عندها فيزا دارت التلقيح ودارت البي سي ار وخرجت من المغرب، ولكن عاد قول لي شنو هو المقياس؟ والله ما عرفت شنو هو المقياس اللي يعتمد عليه، رغم ان الخطوط الملكيه المغربيه في الموقع ديالها الرسمي كتبت تماك 4 فئات يمكن لها الخروج من المغرب: الملقحين، الحاملين لشهاده المغادره التراب الوطني، الاجانب، والمغاربه المقيمين بالخارج. هيدا كتبت 4 ديال الناس، مش من هولندا للمغرب. يا اما خصك تيست كوفيد ولا البي سي ار ديال 48 ساعه، وخصك تعمر الورقه ديال البطاقة الصحية للدخول إلى المغرب. رافياس مسافر من المغرب إلى إسبانيا، أنا وابني عنده 5 سنوات، واش حتى ابني خصو فورمولاريو؟ الباسبور، أي باسبور خصو فورمولاريو. واش بغيت نسولك بوحدو ولا معايا؟ مع رافياس ولا بغيت يتصل معايا في انستغرام ونقول له راه داكشي باين. المهم البطاقة الصحية بطبيعة الحال ماشي كلشي باين له داكشي، ولكن البطاقه الصحيه اللي كتجبر في الفيديو، هبط وحده، عمر وحده ليك وعمر وحده نولد. كاين شي وحدين كيقولوا لي تقدر تزيدو غير بالستيلو، ولكن المغرب معروف ان كل باسابور خصو يمشي فيه واحد الفيش سانيتي، واحد الورقه صحيه، يعني عمر وحده ليك وحده نولد. ايمان، شكرا ايمان. تانغو بيتي 27 يا 8 مدريد تانخير بعدين ايكيماس ريفيا فورا ما شاري دياس ولا بونو سي شنو دياس ولا ما شو منش بدور دياس إلى عزيز عفاك أخويا، واش إلى قطع الواحد أهلي وطور واش كان خصو شوية الثمن ديال الفول سي مون سي إلهام ما شو منش ديبندي ماشي طبيعة الحال. انت الا كنتي ماشي عليه والروتور راه تقطع، الا كنتي ماشي وترجع تقطع عليه والروتور. الا ما نجحتلكش القضيه راه كتشوف شركه الطيران. انت مثلا كتشوف المشيه مع ريان راه تقول له 18 اورو ورجع مع الخطوط الملكيه ب 97 اورو، وراه كتجيك هذيك احسن كتقطع. عوض ما تمشي مع الخطوط الملكيه ب 95 اورو وترجع ب 95، تقطع الديبار مع شي وحده اخرى. ميخاتيني اون جامي ميديو، صافي جاوبتك، ما غاديش نبقى نعاود الأسئلة. ديما تيكون عندك جوج ولا ثلاثة ديال ديسلايك، واش ما حرشوهم في حد ياك؟ واش ما حرشهم شي حد؟ والله ما عرفتهم شكون هما بالله. غادي نتصل بيوتيوب نقول له شوف لي هادوم، غير قول لي شكون هما، نعرفوا بعضيتنا بعد. ايوا كل واحد يخلص الدنيا، يعني ما
ما احنا ما نضربوش شي يخلصهم الله، ما ديسلايك، ما خلاو علينا بحجار، ما داروا لنا حتى شي حاجه. المهم براسو، شكرا بزاف اختي زهر. رشيد شوفي عندي التليفون جديد كاخا، واش يمكن نديرو المائدة ديال 10 كيلو؟ سي سي بالحق خصك تخرجو، وخاف كاخا ملي خصك تكون دايز داك السيكوريتي خصك تخرجو تحطو باش باراكيوتين غانا لا فيستا. فاطمة محاب يا ديس ماريتا فيها 19 كيلو وموتشيلة صغيرة ظهري مع الرم، وانا ما خصك دي غير ماريتا فيها 19 كيلو. 19 كيلو فين هادي؟ واش عديها في يدك؟ ماريتا دليت فيها غير 10 الكيلو. يمكن في داك النهار اللي مشيتينا يوزنو، يمكن ما يوزنوش، يمكن تدوز بيها فهمت. لكن ماريتا دليت في العربية وفي الطيران، في العربية والخطوط فيها غير 10 الكيلو. ميرسي يا بو، مرحبا سعد من يمنى. ولا ميخا، جاوبتك سيلتو بلي، اسمح لي ما نقدرش نبقى نعاود الأجوبة لأن كاين الناس. خويا أنا سلالية، الناس اللي ما جاوبتهمش أو اللي كيسحاب لهم ما جاوبتهمش حيت كيعاودوا السؤال بزاف، يمكن كيمشي ويجي وي عاد كيدخلوا اللايف ويخرجوا. ها هو الانستغرام، مبعثوني في انستغرام نجاوبكم إن شاء الله. ولكن اللي ما غاديش ندير هو مابقاش نعاود السؤال جوج مرات، وواحد آخر كيتسنى. خويا انا تسالى لي الباسبور نهار 28 شهر 7، اخسر جيب داك الورقه ديال لي سي باسي من القنصليه. اخي شكرا اخي على الجواب، مرحبا زكية، الله يجازيك خير المعلومات وصال عمرك. شكرا. الى ديز ماليطا فيها 10 كيلو موتشيلا صغيره في ظهري، نورمالمون خصك دي عي ماليطا، ما خصكش دي موتشيلا. الا كنت مسافر مع الخطوط العربي الملكيه ولا العربيه خصك دي عي ماليطا. الا ما قالوا يمكن ما يقول لك حتى شي حاجه فهمتي، ما نقدرش نحكم عليك. طوبي الا قالوا لك شي حاجه غادي يقول لك حشي ديك موتشيلا في ماليت، اما هي نورمال ما خصك دي غير ماليت. من ماروك لا فرانس، اشخص تلقيح على البسير ولا نشوف لك ماروك فرانس خصك، اما التلقيح ولا البسير واحد فيهم، ولكن بلاتي نتاكد. غراسيا بور تودو، مرحبا نبيل اخي. سولتك السفر من امريكا للمغرب شنو الشروط؟ وراه جاوبتك اخي نبيل، واش شفتي؟ واش شفتي؟ خصنا نبقاو الله يرضى عليكم نتبعوا اللايف مع بعضيتنا وهذا فهمتي، باش ما نعاودوش. انا جاوبتك السي نبيل، قلت لك من امريكا للمغرب خصك اما دير بي سي ار 48 ساعه ولا شهاده التلقيح، واحده من جوج، ومن بعد خصك تعمر البطاقه الصحيه للدخول الى المغرب. ولا ما كانش عندك التلقيح خصك تعمر لونجاجمون ديال الالتزام بالحجر الصحي. انا كنجاوبك المره الثانيه ماشي مشكل، انا مع انا هنا قايل كنجاوب من يطول لي اللايف ومبان راني خدام، ولكن خصنا نخليو البلاصه لواحد اخر فهمتي. المهم اخي نبيل، وراه حتى كاع قلت لك اذا ما على الانستغرام، اذا بغيتي معلومات اكثر. وقال هرمانو كونوسي شارلونا باخينا دون ديبر بولو باراتوس غراسياس، لو تيبيكو de rumbo tal, yo igual como tú, ¿eh? Tampoco tengo alguna información ahí privilegiada. Pero bueno, lo típico, hermano, lo típico tal, la vida de rumbo, estas páginas ahí de comparación de vuelo, y después mejor que no lo compras a través de estas páginas. Después tú solo comparas y ves, y después sales afuera y buscas la aerolínea tú mismo. Donde puedo conseguir las tarjetas de embarque de Ryanair, fue la página web de Ryanair y me pidieron de imprimirlas, pero no sé de dónde. ¿Qué es más motas mucha facturación? Facturación o la chicken online. Con más descargo. Y de maleta fui a 10 kilos o mochilas grandes a la ram. Ahora dice así Fatima, si no sabes, la historia del hombre. Normalmente el bagaje de 10 kilos. بعض الاحيان كيكون التسامح، كيكون التسامح ما كتكونش الطياره عامره، وبعض الاحيان كيضطروا انك ياخذوا لك واحد بياسه، وغالبا عادي ياخذوا لك ماليطه. رجاء كتقول بغيت نسقسيك على فورمولاريو، قلني عنده 5 سنين، واش خصني نعمر؟ هي خصك تعمر له اي باسبور، عنده باسبور ديالو بوحدو خصك تعمر له. معايا يقدر يعمل ليا ولا شي وكاله والو ما عرفتش كيفاش نعمره. انا شخصي راجع، وراه كاين الفيديو كنشرحو داكشي فيه بالتفصيل. الا كنتي تبارك الله عليك كتعرف تكتب لنا هنا التعليق، فاكيد انا غادي تعرف تعمر الفورمولاريو. المهم انا بغيت انستغرام ديالي يتصل بيا ونحاول نعاونك على قد ما نقدر.
ولكن انا كنقول لك، انا اي واحد كيبان لك يقدر يكسب هنا يقدر يعمر الفورمولاري، ماشي شي حاجه صعيبه. ساعة المية ولا مية خديني وانسي يعني جنا جاوبت سكتا نعطي موي. كي كنحس قبيح مي كنقول شي واحد لا جاوبتك ما جاوبتك شي مي سينتو مال pero vamos que no por favor que no repetís las preguntas porque yo qué sé que hay gente que quiere que también que le respondemos no hola mi hijo tiene 11 años y medio pues que si no hace falta PCR para España son 12 años vale pero like cats خاسرين والو هذا بصح عملوا لنا اللايكات يلا عملوا لنا اللايك السؤال كيتعاود 4 مرات يلا تا اللايكات عملوا لنا اللايكات الله يرحمكم والديك انا نتسنى شويه الله لا إله إلا الله اللي دخل يعملنا اللايك واحد صافي عملتوا اللايكات نزيدو نكملو ولا فهمتوا الإخوان القضية ديال العود السؤال علاش ما كيعجبنيش الحال لأن كتدي بلاصة واحد آخر وأنا مادا بيا نبقى نعاود باش نبين رانا كنجاوب رانا عامل اللايك ولكن هادشي هذا ما شاء الله عليك الله يوفقك شكرا اوترا بيس بوش نو ممكن اعرف الورقة الصحية من المغرب الى اسبانيا دخل شي فيديو من الفيديوهات ديالي ديال البارح ولا البارح حتى وغادي تجبر تماك الورقة الصحية او لا ها انستغرام بكالي بونتو ايرو ترافل اتصل بيا في انستغرام ونسرد لك اللينك ونسرد لك الفيديو كيفاش كتعدل وكل شيء سلام بوي دي مدريد ا مارروكوس تينغو باسابورتي COVID, necesito PCR. Sí, necesitas PCR, aunque tienes el pasaporte y COVID, ¿vale? Para Marruecos. Porque España está en lista, en la lista B. نعمت لايك نعمت لايك لم تجبني على السؤال وجاوبتك على السؤال ديالك الله يعطيك الخير جاوبتك على جوج المرات عاودتي السؤال فهمتي وانا كنجاوب كل شيء اللي يعمل لايك ما كنعرفش حتى شكون عمل لايك وشكون ما عملش لايك السينابي الله يعطيك الخير انا كنجاوب كل شيء ما كنعرفوش شكون عمل لايك وشكون ما عملش لايك عا كنحاولوا نحفزوا الناس باش يشجعونا على هذا الشيء اللي كنعمله فهمتي راه جاوبتك جوج مرات ونتمنى انت ملي تشوفني جاوبتك اكتب لي صافي راه شفتك جاوبتيني وشكرا تحياتي كريم تبارك الله عليك خوشي عندها ما كت والو من حقك لايك معجز عليك مجهوداتك شكرا بزاف الله يرحمك يعطيك الخير خوشي والله خويا عافاك انا غاديه انا ورجلي طوموبيل الى فرنسا انا دايره تلقيح ورجلي يلاه دار وحده وجاز كورونا دابا ما يقدرش يدير الثانيه شنو يدير ويدير البي سي ار المشكله هو دابا دار البي سي ار غادي يبان فيه المرض نو ونورمالمون يدير من البي سي ار هادشي اللي كاين وغاتخدم لي في التليفون اس بي تي اش السلام اخي هذاك الابليكاسيون نقدر نجيبها معايا ورقه واختي ريتاج هما ما كيطلبوش ما كيبغيوش ورقه ما كيبغيوش ورقه ولكن الغو يسالغو لا ما قدرتيش غادي تعمل فين نقدر ندير تليفونات جداد واش في الماليطه ديال الباجاج ولا في مايطة 10 الكيلو لا ديرها في المايطة ديال يدك وخليهم قراب باش من بعد كتخرجهم وتصردهم ابارتي بديك الماكينة فهمتي هو يكون مشكلة اختي على المدرسة فهمتي حاول تجي بنادم على العيال كيتقاتل في هاد الدنيا هادي فهمتي يعني مش حال عادي تعطر على المدرسة مثلا 15 يوم سيمانة سينو سي راه يعملوا لك مشكل السؤال اسمح لي أنا مقطع عبر ويا المروك الكود ريزيرفا والنهار اللي مشيت فيه واش هذاك هو البيي واش نقدر نفوت به هو هذاك ديال الريزيرفاسيون هذاك هو البيي ملي تمشي للمطار عاد يعطيوك ترخيطة ديال مباركي ماشي بحال ريانير يعطيوكم كاردو باكوم في المطار السلام خويا واش ضروري بي سي ار باش ترجع لاسبانيا لا لا لك عندك جوج باكونات ما تحتاجش جاتني لايك جرافي الله يعطيك الخير
رجع من المغرب إلى بلجيكا، أنا عامل تسلقه بسير واش خصني حتى لقيت كتبه بالعربية كيتخلط علينا السؤال. ولات أنا غادي نشوف لك ماذا تطلب بلجيكا. أنا أرجع للسؤال ديالك أختي سيان ديال بلجيكا، عفاك خويا أنا كفي رفعت واحد الأبليكاسيون باش شديت الفيزا غادا لإسبانيا. أنا ولدي من أنا لا دايرش تلقيح، واش نقدر ندخل لإسبانيا؟ محال شي واش تقدر تدخل لإسبانيا، ولكن هادشي هذا شركة الطيران هو اللي كتقرر فيه، وكذلك الشرطة ديال الحدود، لأن إذا كان عندك فيزا السياحة كيطلبوا منك التلقيح، ولا ما كانش عندك التلقيح خصك تمشي تمشي تجيب رخصة المغادرة. أكيد أنك مشيتي تجيب رخصة المغادرة وقالوا لك لا ياك، فخصك رخصة المغادرة. عافية أنا جاوبتك. سلام خويا، انا غادي اسبانيا ندير التلقيح بالسير غير ديال النيف. باش ترجع اسبانيا تقدر ديرها غير هذاك ديال النيف، ولا غير ديال الفم، ماشي مشكل خويا. نصحني بغيت نمشي شهر 9، واش نمشي ولا بلاش؟ كان خايف يشدوا عليا، واخاي ما نقدرش نتحمل المسؤوليه. واخا وزيره ديال الجاريه قالت غادي يعملوا الجهد ديالهم باش يعني ما يبقاش تما بنادم ما حصل، ولكن هذا أمر متعلق بك أخي ريان، ريان ولا منال، حيت قطع في العربية آلي والروتور في الشهر الجاي، واش كينقصوا شوية؟ ما نقدرش نعرف أختي إلهام، والله إلا يعني ما عنديش إدابة باش نعمل كومباراسيون. كينقصوا شوية، كينقصوا لك الثمن هنا، كيدخلوه هنا، هذا دايما فهمتي. هو هادشي اللي تقدر تشوفه انتينا غادي تشوف انتينا ملي غادي تكون تقطع البيه، غادي تشوف الديبار مثلا ب 50 اورو، اذا كانوا مجموعين غاتعمل مشى نهار 20 مشى نهار 10، غاتجبر الديبار ب 50 اورو والمجيه ب 70 اورو، هي 110 الاورو ياك 120 صافي، يعني راه 120 ملي كيكون عندك البيه مشروك. من بعد غادي تعمل المشيه بوحده 50 اورو، وغاتعمل المجيه بوحده 100 الاورو مثلا، غاتخرج 100 الاورو وغاتشوف الفرق. هذه انتينا اللي كتشوف ملي كتكون كتقطع البيي، واش فهمتي؟ يعني سفيان نزيل عندي فول مع لارام، عادي يعني 23 كيلو 10 كيلو ديد، واش يمكن لي نزيد شكارة في ظهري؟ ديال بي سي ار، وي ديال بي سي ار صغيرة شوية هيدا، وهذا تقدر تدوز بأن ما كتبانش هذا، ولكن دير موتشيلة كبيرة، المهم موتشيلة في دارك هذا راه كي انا الارم كتسمع غير 10 الكيلو. خويا اللي عندي من المغرب اسبانيا، واش خصو يكون رخصة مغادرة الوطن؟ لو كانت عندك فيزا جديدة مع ما ساكنش في اسبانيا، وي وما كانش عندك تلقيح ورقة صحية من المغرب الى اسبانيا، اتصل بيا في انستغرام ونعطيها لك، الا ما كنتيش عارفة من تجيبها ولا ما شتيهاش في الفيديوهات ديالي، ها هو انستغرام بكاري بونتايرو ترافل، ونعطيها لك ان شاء الله. ولا انت خونا خويا، انا غادي ان شاء الله لفرنسا سون تيست بي سي ار. ولا انت خينو لا فرانس، بعدا نجاوبو لك السيده ديال بلجيك شنو قالت. بالنسبه لبلجيكا خصك التيست ديال 72 ساعه، بي سي ار 72 ساعه، يكون بالداتش ولا بانجليش ولا فرنش ولا جيرمان، والاطفال 6 سنين. الناس اللي ملقحين خصهم البي سي ار، وخا ملقحين خصهم البي سي ار. بقى لنا فرنسا ياك، شي واحد تصور على فرنسا. ايوا انا بعد ما تفتح لنا هذيك ديال فرنسا نكملوا الاسئله. شي حاجه ديال الدواء من المغرب، شي الناس كتدي الدواء في الطياره، هذا في الباجاج اللي كيتسجل. عندي فيزا التجمع وعندي اللقاح، واش خصني رخصه مغادره؟ نو نورمالمون ما خصكش رخصة المغادرة، ولكن الله يرحمك الوالدين اخي عبد الواحد، اتصل بشركة الطيران ديالك عافاك، واش ممكن تشوف ليا الفول ديال العربية لحد نهار الجاي؟ لا ما نقدرش تبقى لي هاد المعلومات هادي بزاف في راسي ونقلب لك على المعلومة، يعني هي دابا وحدي فهمت، مازال لا اتصلت بيا في انستغرام كتبقى كتفكرني، غادي نقدر نشوف لك، ولكن دابا ما نقدرش خويا واش نقدر نجيب الدواء من المغرب، وفين نقدر نخبيه باش ما يحيدوه ليش؟
انا هو مالك واش دوا كتربون تاع تخبعوه يعني، يقول فين عاد تحطه معاه، واش عندك شي حاجه، واش جايب الحشيش ولا جايب شي حاجه ماشي مزيانه، كتسولني بحال اللي انا وياك غادي نديرو شي مؤامره. الدواء نورمالمون الا بغيتي، الا كانت شي حاجه صغيره، شحال ديال الدواء جايب انت معاك؟ يا شحال ديال الدواء جايب معاك؟ واش عادي استنى شنو جايب معاك؟ جايب معاك بحال هايدا مثلا، زي معاك بلاستيكه فيها 3 ديال القراعي ديال الدواء بحال هيدا، وصافي غادي ديرها في الباجاج ديال الباجاج موصل. الا كانت بزاف يعني بزاف ديال الليكيد وهذا، ديرو في الباجاج اللي كيتسجل. هشام لا حول ولا قوة إلا بالله. شنو نقول لك أختي، الله يسر لك الأمور مسكينة. سبحان الله، عندي الطيارة نهار الاثنين، ودابا عاد بنتي ديال نوبيانيوس مرضت وفيها كوفيد، مشي فين مشاك الله، كل شيء وقف باب ماليطات وكل شيء مسكينة. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله يسر الأمور. مرحبا بنتي، 11 عام ونص، السفر السائر المغرب إلى إسبانيا، هل تحتاج إلى اختبار؟ لا ما تحتاجش الاختبار. جاوبنا ميساج، ما شفتش الميساج ديالك، اسمح الا بغيتي من بعد اكتب لي في انستغرام الا ما شفتش الميساج ديالك، مي الا شفتو دابا راه غادي نجاوبك الا عاودتي سولتيني. عافاك، واش يمكن لي ندي معايا الريحه الجداد فيهم شي 75 مليلتر؟ وي 75 مليلتر مزيان تقدر تديها. السلام عليكم خويا، بالنسبه للناس اللي بغاو يدخلوا السياحه البرتغال عنده لقاح من سينوفارم؟ لا البرتغال ما كتعترفش شي، جي با دو ريبونس. واش نعاد نملك جي با دو ريبونس؟ شنو ما شفتش السؤال ديالك، سولني وعاود سولني شحال الناس كتسول. لازم معاك، انا ما عندي معاك حتى شي حساب باش ما نجاوبك ولا لازم معاه هنايا. انا ماشي تنقل اسئله، لا دوز السؤال ديالك وما جاوبتكش عاود سول، هادشي اللي كاين. هذا هو اليوتيوب، هذا هو اللايف. شكرا خويا جاوبتيني. واش ما رديش نشدو الرحلات؟ طيب ما عرفت. المهم السيد اللي سول على البرتغال، بالنسبه للبرتغال ما معترفاش بسينوفارم، الو خصك رخصه مغادره التراب الوطني. واش ما رديش نشدو الرحلات؟ والله ما نعرف. يونس، السفر من المغرب الى السويد للوقوف في اسبانيا اقل من 24 ساعه، 48 ساعه، هل يحتاج بي سي ار؟ نورمالمون ما كتحتاجش البي سي ار، ولكن تتصل مع الشركه ديالك. اللي كيحتاج هو داك الكود كو ار، كاينه خاص بالترونزيت. بغيت ندي معايا شوية ديال الزيت العود، واش كيخليك تدوز؟ او تحياتي ليك، وعلى حساب البوليس اللي كاين في التورنو. انا بقى قلنا في طنجة دائما كيعيطوك، يقول لك الباساجي الفلان فلاني يقول له يجي عنده شي حاجة في الماليطة هكذا، فكتمشي كتجبر تسمع بحال زيت العود ولا العسال ولا التراب المرزوقة. كانوا النصارى كيجيبوا التراب المرزوقة، كيبراو وكيعملوا التراب وكيجيبوه كيتبركوا به. الوغ بالنسبه للزيت ما تعيقش وسهله، 5 لتر ما عرفتش شنو هي 5 لتر، واقيلا ما يخليوكش ديها. واش كاين شي تغيير في القائمه بقى؟ والو في الساعه ما كاينش. سلام اخي، انا غدا عندي بولو الخويبش، كوندو تينغو كي هاسير لا برويبا. واش الخويبش تينغش كي هاسير المارتش؟ نو كي برا que sería 48 horas, o lo puedes hacer el miércoles, estás seguro que te lo van a dar el mismo día. Cita para martes, bueno, sí, ya martes, dale un momento. Ya lo hemos dicho. Eso gran joya, vas a entrar en España, en Portugal, barra, y dar, y dejar, dos meses aquí, vas joya.
ولكن لو كانت عندك الفيزا البرتغال راح تدخل البرتغال هي الاولى. Por favor, en barajas aceptan test antígeno o solo PCR. No es Barajas quien acepta. Es Marruecos quien pide PCR normal. دوري كلاس المرة أخرى. إيه واش سي احنا باقيين فيها. طب ما كانش خصهم يديوها. احنا انا اللي عارف اني كنت خدام في مطار في المغرب، كان البوليس كيعيط لنا كيقول لنا شوف لي هاد التيكي هذا، شوف لي مولاه قول له يجي. كتشوف مولاه كتعيط له كيمشي عنده كيقول له مثلا شنو هذا افتح نشوفه هذا، كيفتح كيجبروا العسل اما يقول له ايه ولا لا ولا فهمت. انا هادشي هذا اصلا ماشي واضح. شركه الطيران ملي كتشري البي شنو كتعمل، او لما كتمشي للمستر دو الفاكتوراسيون كيعطيك واحد الورقه فيها واحد العافيه فيها واحد الاكسبلوزيون، يقول لك ما عندكش مواد متفجره، ما عندكش الليكيد، ما عندكش الليكيد اللي كيشتعل، ما عندكش مواد سامه، ما عندكش الماليطه، فهمتي؟ وانت باش عارف انت اي حاجه شريتيها عارف المكونات ديالها. وكذلك شركه الطيران ما عادش تعمل لك واحد الليسته من 100 ديال البرودكتوس اللي عاد تقدر تدي واللي ما عادش تقدر تدي. خويا مول العسل ما نسينتو داكشي اللي وقع لك. السلام عليكم، انا رجع اسبانيا جواز السفر واش نقدر نرجع به؟ ولا كان ديال المغرب ما تقدرش ترجع به، اذا كان ديال اسبانيا نورمالمون تقدر ترجع به، ولكن سول شركه الطيران. اذا كان المغرب هذه ديفينيتي والله ما تخرج من المغرب. السلام خير بقريب السيريش obligatorio para volver desde Marruecos a España. Claro, sí. A no ser que tienes vacuna. Si tienes vacuna no es obligatorio. Pero eso son 48 horas, 2 días antes. Contéstame, por fin. Pues sí, son 48 horas. Tú verás, no sé. Es que si marran es يعني تحمل المسؤولية. Son 48 horas, claro. Si tú vas a volver el jueves, o en martes, miércoles, jueves, ¿no? Son 48 horas. 24 horas es de un día a otro, ¿no? A mí me parece que son 48 horas, ¿eh? Pero bueno, al final al cabo esto es responsabilidad, ¿no? كنفهم بان الناس مخلوعه ومرونه وكذا، بس a veces no sé, عاد كنكون جاوبت يعني ديجا جاوبت قبل نو غادي لفرنسا ان شاء الله. شكون اللي احسن تيست بي سي ار؟ عمل بي سي ار ولا انت 48 ساعه؟ صبر 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 نشوف لك لا فرانس. الباسنجر بي ريكوارد انتيجن تيست 48 اورز. شوف بالنسبه لفرنسا عندك اما التيست ديال البي سي ار 72 ساعه ولا الانتيجين ديال 48 ساعه، شكون فيهم اللي احسن؟ والله ما اعرف، انت تعرف. غادي نقول لك الخطوط الملكية كتقول لا شنو سميتها العربية كتقول الناس اللي ملقحين passenger are required to present their vaccination certificate. لا الناس اللي ملقحين ما يحتاجوش يديروا التيست، الا كانوا الناس درويه قالوا لك شي حاجه اخرى هذيك عاوتاني كلام اخر. اخي بقالي واش ممكن غير تريزيرفي البي؟ لا هذاك الشيء ما بقاش سمعت تريزيرفي عارف بحال يتشبرو ومن بعد عادك هذا والو ما كاينش داك الشيء. اما شري البي ولا ما تشريش، ما بقاش ديك القضيه تريزيرفي بلا ما تخلص ولا غير شي شويه ومن بعد نو. المهم يا اخوان بديت كنعيا والله العظيم عيان اصلا. اللي باقي له شي سؤال اللي ما فهمتوش هنايا، اللي هو باغي يتاكد هو مخلوع وهذا انستغرام نهضر في الاوديو الا بغى غدا ولا بعد ان شاء الله نعملو شي لايف اخر. الناس اللي عندها شي سؤال حلقة في انستغرام كنشوف واحد السؤال ما عنديش والله العظيم يا زلمه. المهم كل شيء كاين، العالم مليء بكل شيء.
العالم مليء بكل شيء. المهم الاخوان، شكرا بزاف على حسن المتابعه، شكرا على اللايكات ديالكم، الله يعطيكم الخير. مسامحه انا مسامح لكم. وها انستغرام الروبا بكاري كونتايرو ترافل، اللي بغى شي سؤال في الخاص مرحبا به، والله يعاونكم. والى لقاء اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم.